ما زودتهاش هي البلد حتى لوحديها، فما يصدم واحد يهون ويعمل نقله نقلتين بحيث ان هو ايه يجيب برضه. طيب لو لا بيزود فعلا الاسعار عليكم في النقل؟ لا لا نفس النظام هي. طب هل في زياده في الاسعار نفسها بتاع البضاعه؟ مفيش زياده لان البلد حتى لوحديها مفيش بيع ولا شراء. البيع والشراء ضعيف. طب من وجهه نظرك الايام الجايه هتكون الاسعار هتطلع ولا هتنزل؟ باذن الله تبقى كويسه باذن الله. الحاجات صيف طالعه وان شاء الله يبقى كده ورئيس يمسك وتبقى البلد مظبوطه باذن الله. يعني انت بتقول ان مفيش علاقه بالسولار او زياده؟ لا بس احنا عايزين طبعا السولار يرجع والبلد ترجع لطبيعتها العاديه لان كده غلط اللي بيحصل. انت قصدك اصلا المستوطنين مش لاقيين اصلا البنزين عشان يطلعوا بعربيه؟ احنا لما جايين من على الدائري كل بنزينه مليانه عليها بتاع 500 عربيه اتوبيسات ومقطوره ومش عارف كله واقف. طبعا. طيب ايه يعني كانت بكام وبقت بكام مثلا؟ كنا قبل الثوره بنجيبها ب 40 ب 45 العربيه النقل، دلوقتي ب 60 ب 55 وصلت ل 70 جنيه في بعض الاحيان لما بيبقى العربيات قليله في السوق. طيب هل الكلام ده ان هو اثر عليك انت خلاك تعلي بضاعتك برضو؟ اكيد طبعا، ما دام المصاريف زايده يبقى لازم حل سعر، لان التجار نفسهم الكبار علوا اسعارهم برضو لان برضو النقل والمخطوط عليهم كتيره، يعني المصاريف بتاعتهم كتيره فغلوا السعر، وانا مصاريفي كتير فلازم هغلي السعر اجباري يعني غصب عني. طب قول لي ده لما انت عايز تخلي اسعارك زي ما هي عايز الحكومه تعمل لك ايه او مطلوب ايه؟ يعني الحكومه تدعم شويه في السولر البنزين للسواقين على اساس حتى المواصلات تبقى خفيفه. حركه البيع والشراء عندك عامله ازاي بعد زياده الاسعار؟ لا واقفه شويه طبعا عن الاول، واقفه شويه عن الاول طبعا، من الاول كان في بيع وشراء وفي ده وفي ده، لكن دلوقتي يعتبر نص البيع بتاع الزمن. طبعا عامل مشاكل في كل الدنيا مش معانا بس، يعني الجو مريح خالص، ما حد من ضمن الزبون واقف قدامي بقول لها القطه بثلاثه ونص ما عجبهاش السعر، يقول لك بثلاثه ونص غاليه وانا غصب عني انا بغلي مش بمزاج. هي كانت بكام وبقت بكام؟ كانت ب 2 ونص رفعت جنيه مره واحده. يعني ليه بقى؟ ايه السبب في كده؟ قفص قال لا ما هو البنزين احنا بيجي لي لغايه هنا ازاي؟ ما بنزلش السوق بيجي لي لغايه هنا. القفص كان مثلا ب 45 جنيه زاد 10 جنيه بقى ب 55. تمام. الله اعلم بقى كان الزرع ذات نفسه غلي ولا التاجر غلاه عشان خاطر نولون العربيات ولا ايه بالظبط؟ طب لا العربيه مثلا كان بكام وبقى بكام؟ النقل بتاع العربيه مثلا كان بتاخد لها 60 جنيه من السوق لغايه هنا دلوقتي بتاخد بيقول لك 120. 120 وده بالتالي بيخلي بضاعتك تزيد في السعر. اكيد طبعا. وتخلي حركه البيع نايمه خالص. بالظبط كده، هو ده اللي داير معانا احنا الكلام اللي احنا فيها دي. طب وانت طلباتك ايه؟ طلباتي ان الحاجه تهدى شويه والجو يرخص الحال شويه. كل حاجه ماشي غالي البنزين والسولر بس. البضاعه ترخص والبنزين يرخص والسولر يرخص. هم عملوا ثوره ازاي؟ الثوره دي اللي عملوها مش عملوها عشان خاطر يرخصوا الحاجه. بالتالي بالعكس يعني من ساعه الثوره والدنيا اتقلبت اكتر من الاول. يعني من وجهه نظرك ايه السبب يعني؟ عشان خاطر انتشار الحمى الكلعيه. فالناس سابت ال تركت طبعا سابوا اكل اللحم واتجهوا لاكل السمك، فبالطبع لازم ترتفع الاسعار السمك. طب من وجهه نظرك الحكومه تحل الازمه دي ازاي؟ من وجهه نظرك الحكومه ممكن تحل الازمه دي ازاي؟ تحل ازمه تشوف المرض اللي هي الاول، يعني تعالج الموضوع اللي هو الحمى الكلعيه وتدي الثقه للناس لان هو ما فيش لا مرض ولا فيش حمى كلعيه في البلد، وترجع الناس تاني للحمه، تتوازن برضو الاسعار ما بين اللحم وبين السمك. تمام. هتضيف اي حاجه؟ هتقول ايه؟ عايز تقول مثلا الاسعار زادت من كام لكام؟ كانت بكام وبقت بكام؟ 20%. الاسعار زادت 20%. 20% يعني كيلو السمك مثلا؟ يعني كيلو مثلا كيلو السمك مثلا اللي هو العادي كيلو السمك كان ب 12 جنيه، المكاريل بقى ب 14 جنيه اهو، صورها المكاريل ب 14. تمام. كان ب 14 كان ب 12 12 زاد 2 جنيه يعني. ايوه هو ضربتها البلدي كان ب 14 بيجي ب 17. يعني ده غلي وحوالي 20%. احنا بنقول 20%. طيب الناس لسه بتشتري بقى يا حاج؟ طبعا الناس لسه بتشتري برضو السمك؟ لا هي نسبه مبيعات الاسماك ارتفعت. تمام. بعد الاول بعد لا اقول لحضرتك الثوره اللي قامت دي برضو ضرت الدنيا كلها. طيب البنزين والسولر نفسه هل ده اللي ادى الى لزياده سعر البضاعه بتاعتك؟ طبعا كله زاد كله غلي. طيب يعني مثلا كان بينقل لك مثلا النقله بكام وبقى ينقلها بكام؟ انا اقول لك على حاجه، لو كان بينقل النقله ب 100 جنيه كان بينقل لي 130 ممكن توصل ل 150. طيب
انت بقى بالكلام بزياده الزياده اللي انت بتدفعها دي، هل بتزودي فلوس على البضاعه بتاعتك؟ والله اقول لك على حاجه، على حاجه ما بنلاقي الحاجه بتخدم بنبيع في الاقل، يعني هو الواحد في الختاير مش حتى بالزاوية عادي طلع لك. طيب انت متوقع ان الاسعار تزيد اليومين دول ولا تقل ترجع تقل تاني؟ والله احنا طالبين الرخاء والرخص في البلد يعني، عشان ربنا يكرم الناس كلها.